مرحبا بكم مشاهدي قناة شروق، هذا لقاء جديد في العاشرة بتوقيت القلب. أهلا بكم. وفي عالم التاريخ والتوثيق كان لضيفة هذا اللقاء باع كبير، وهي تعي أن من لا تاريخ له لا حاضر ولا مستقبل. ضيفة هذا اللقاء هي أول من أصدر كتابا عن الحضارات السودانية القديمة من السودانيين، كان ذلك عام 1999، وهي أول من أصدر كتاباً عن مملكة كوش، نبتة ومروي من السودانيين، تجيد اللغة الإنجليزية والهيروغليفية القبطية القديمة. في التقرير القادم نتابع من هي هذه الشخصية. القلب ميقات المحبة، نسمة من جهة التصافي، وانت مفرد في طباعك وبصمة في نسق القوافي، سقاك مداه النيل محنة، طفت لك الليت حقيقة، شفت ما مليت حواشي. القلب ميقات المحبة، القلب ناداك يا رحيم، ده الباب في الباب سلام محنة، ضو قريب انوار جنة، بوادرك سلام هلا وبيرزم لطبل حنة. الفضل مليان سعادة، البلاد حضنت بلادة، بتعنني شاب دابا، انت النيل صفقت سودان يابا، صفقت سودان يابا. الميلاد والمدني في عام 1950، المراحل الدراسية مدني والخرطوم والأبيض، بكالوريوس الآداب مرتبة الشرف القسم الأول تخصص تاريخ قديم جامعة الخرطوم في عام 1972. في عام 1976 بكالوريوس الآداب مرتبة الشرف القسم الثاني تخصص علم المصريات جامعة دورام بإنجلترا. دكتوراه من جامعة كامبريدج بإنجلترا عام 1980. عملت بالتدريس بقسم التاريخ جامعة الخرطوم وجامعة الملك سعود بالرياض وكليات البنات الجامعية بمنطقة الرياض وجدة. عملت بجامعة السودان المفتوحة رئيسا لقسم التوثيق، ثم مديرا لإدارة البحوث والتخطيط والتنمية. نشرت العديد من الكتب والأبحاث في تاريخ السودان القديم وحضارته. شاركت في العديد من المؤتمرات العلمية والندوات والسيمينارات بالسودان وأوروبا وأمريكا والبلاد العربية. مرحب بروفيسور سامية بشير، أستاذة علم التاريخ القديم في الجامعات السودانية. كل سنة وأنت طيبة ورمضان كريم عليك. أنت طيبة أستاذة لمياء، أنا بشكرك على الاستضافة في قناة الشروق، وهذه القناة يعني مش دي أول مرة أنا أكون ضيفة عليها، فالسبق أنه قدمت فيها استضافوني مرة في برنامج قبل كم سنة أذكر اسمه، وأشكرك جزيلا على المقدمة الجميلة، وأهني الشعب السوداني في داخل السودان وخارجه بالشهر العظيم شهر رمضان، عاد الله علينا بالخير واليمن والبركات. نعم، نهني السودان أيضا بالعهد الجديد، وكلنا طبعا شاهدنا وجود المرأة الكنداكة، كان عندها وجود ما شاء الله كثيف، وكانت يعني شعلة للثورة. هذا حقيقة، الحقيقة اللي شرفتنا المرأة، وأكثر ما شرفني إن يعني صارت تلقب بالكنداكة. نعم. هذا من صميم شغلي ودراساتي وعملي. طبعا الكنداكة يعني لفظ من المروية وتحرف للرومانية من كنتكي أو كذكي كديوي، وهي لفظة تشير للملكة أو الأميرة العظيمة أم الملك
أو أخته أو زوجته، فاشتهرت على نطاق واسع بال يعني قوة الشخصية وقيادة البلد. الكنداكة قادت السودان في حرب ضد الرومان، وأي رومان؟ رومان أغسطس، أغسطس أول إمبراطور روماني اللي هو كان في العهد حوالي الحرب الرومانية السودانية كانت حوالي 25 قبل الميلاد، وفي خلال 3 سنوات انجلت الحرب، وكان ده كله بإشراف الكنداكة وبقيادته وقيادات جنرالات الكنداكة مشهورة. نعم، والشخص اللي بيكون زار المتحف يعني كثير من اللوحات والصور ليه وهي بهيبة واقفة كده وشايلة الحربة. نعم، هو في أكثر من واحدة، الأشهرهم هي اللي حاربت الرومان. ليه اشتهرت؟ لأنها توثقت الرواية بواسطة كاتب روماني شهد شاهد من أهله اسمه سترابو، فوثق الرواية بقصة طويلة فيها تفاصيل، ولذلك كانت الشهرة لأماني ريناس. لكن عندنا ما شاء الله أماني توري، أماني شخيتو، ونوال دماغ، وغيرهم وغيرهم من الكنداكات اللي كانوا بيحكموا مثل الملك تماما، اللي بتحكم مثل الرجل في القيادة يضيفوا لها لقب غوري يعني الكنداكة الحاكمة. وما شاء الله يعني لو رحت يعني شفت المناطق الآثار في النقعة في المصورات تشوف الصور بتاعت الكنداكة زي ما قلتي وهي تحمل الحرب أو السيف وتغرس في أجساد الأعداء، والأعداء من تحت مصورين بخوزاتهم راكعين وساجدين تحت أقدام الكنداكة. نعم، فكانت أيام عظيمة. نعم، ولا زالت المرأة عظيمة والله، وإنها صناعة الحياة، عادت مجد الكنداكة. نعم، إحنا فخورين بالكنداكة والله. نعم، رفعت راسنا والله العظيم. نعم، أنا بحييكي بروفيسور سامية بشير، وقيمة التاريخ والتوثيق في أنه بيعرف الآخر بالتاريخ، الحضارات، الإرث، لذلك مهم جدا أنه الناس تهتم في هذا الجانب، وأنت ما شاء الله يعني عندك باع طويل. والله دي دعوة، يعني نحن الآن بنجدد في تاريخ بلدنا، لازم نجدد أمجاده، وده ما بكون إلا بالرجوع للتاريخ. لكن أطمنك يا لمياء، الشباب اللي انت شايفاه في القيادة ده ادخل الجروبات تعرفيهم هتعرف انه بيعرف التاريخ تمام. نحن لينا فترة بننشط في فعاليات يعني نشر التاريخ القديم وسط الشباب، والحمد لله في استجابة كبيرة، انتوا بس ادونا فرصة في الإعلام. الشباب اليوم واعي، يعني أنا بقول يعني عدد من الشباب الآن بيقودوا الحركة بتاعت تعريف بعضهم البعض بإرث السودان، فأنا مطمئنة إلى أنه المستقبل إن شاء الله يعني في صالح تاريخ السودان القديم، وسيعيد أمجاد السودان إن شاء الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله. كانت سيرة رائعة وكبيرة، وإنت أكثر من 35 سنة ما شاء الله في قاعات الدرس والحرف في خدمة العلم والتعليم. الحمد لله. الحمد تخصص لله. التاريخ القديم، يعني كيف كان الاتجاه لهذا التخصص ده؟ والله هي البداية كانت بحب التاريخ في حد ذاته، يعني أنا من ما كنت في الثانوية في مدني كان عندنا أستاذ تاريخ الله يطراه بالخير، ما أعرف هل هو عايش ولا رحمه الله، لكن اسمه عمر عبدين، حبب المادة في نفسي، ولما جات امتحانات الشهادة أحرزت فيه درجة ممتازة distinction، وده كان الدافع لي أن أدخل الآداب، وخاصة درجاتي الممتازة كلها كانت في العلوم الإنسانية. ولحسن الحظ في جامعة الخرطوم برضو لقيت أساتذة يملؤوا العين وشجعوا الطلاب، فبرضو لحسن الصدف
إنه كان في أستاذ ساعدني في إني أنا أمشي في الدرب ده. تحب أحكي لك الحكاية؟ نعم تفضلي. باختصار كده نحن كنا في أولى آداب ندرس عام فكان في الدكتورة عباس إبراهيم محمد علي بدينا تاريخ أوروبا. نعم آداب أنت دخلتي؟ دخلت آداب سنة 67 نعم. آداب جامعة خرطوم كنا 200 طالبة بس أقصد 200 العدد الكلي فيهم زي 40 طالبة. فكان في امتحان أولان اسمه الميتسيشنال يعني امتحان الترم الأول أو إيسي ما بتذكر هل هي مقال عادي أو هو امتحان. فالأستاذ جاء داخل القاعة اليوم ذاك ما درس جاء شايل أوراق وزعها ويزيء وكل ما يدي زول ورقته بعدين أنا انتظرت ما ناداني فضلت ورقة واحد عرفتها دي حقتي فقام رفعها كده قال من هي سامية بشير ضفع الله. قمت أنا اتخلعت ووقفت قلت أنا يا دكتور. قال دي أحسن ورقة أحسن إجابة. قلبي كنت معنا طبعا فرفع معنوياتي نعم. ومن اليوم ده بصراحة كان ده بدايتي مع حب التاريخ. نعم لكن عادة الأسر السودانية في اتجاهاتها وأحلامها لأطفالها يعني دكتور ولا مهندس. نعم ما زال الطب والهندسة صحيح. هم يعني في المقدمة. كونك تتجهي آداب وفي الآداب تاريخ أنا عايز أشوف رأي الأسرة كان كيف. والله أستاذ المياء أنا الأسرة ما دخلت كثير في اختياراتي. الوالد الله يرحمه كان متعلم ومن يعني كان موظف في البريد والبرق وكان مثقف ومتعلم يعني فكان بيقرأ كثير وساعدني دائما في مادة اللغة الإنجليزية وشجعني. لكن ما حصل يوم ناقشنا كده أنا حابقة شنو ولا عايزة شنو ولا كده ولا حد في الأسرة سألني. فالناس اللي بتصل بهم فعلا هم أساتذتي في الجامعة هم كانوا بوجهوني يعني. نعم 67 جامعة الخرطوم كل الأساتذة كانوا أجانب ولا كان في بعض لا كانوا سودانيين؟ كانت خلطة من الأجانب والسودانيين كان في سودنة حاصلة وكان في أستاذ التاريخ القديم كان خواجة يعني اسمه جورج هيكوب براين جورج هيكوب فكان إنجليزي ولعل الناس يذكروا قصته كان مات في حادث حركة في شارع النيل. فده برضو كان مشجعنا بياخدنا رحلات الرحلة العلمية كانت إجبارية للآثار بياخدنا رحلات لمناطق الآثار في الشمالية فكنا بنمشي نهر النيل والشمالية مرة نمشي البجراوية مرة نمشي البركل مرة نمشي حتى حلفة. فالرجل كان بيحب السودان حب شديد والحقيقة تشربنا منه حب التاريخ القديم والآثار يعني. نعم فدي كانت برضه دفعة لقدام يعني. نعم يعني السفر بالمناسبة مهم جدا وخاصة إنه على الشريط النيلي في كثير من الآثار الحضارية وفي مناطق أيضا في كل مناطق السودان بنجد مليانة بالآثار مهم جدا للطالب إنه يتوقف عندها ويتعرف. الرحلة العلمية كانت إجبارية. نعم إجبارية يعني بقانون الجامعة. نعم بتاع الجغرافيا يمشي رحلة علمية بتاع العلوم يمشي رحلة علمية يعني هذا شيء من صميم المناهج. نعم جامعة الخرطوم نحن ما زلنا في جامعة الخرطوم وكثير من المحاور تلك القلعة نعم أيوة. تحية لجامعة الخرطوم وللجامعات الأخرى تحية لجامعة الخرطوم كل من عبر كل من درس في هذه القلعة والمنارة بقول لهم كل سنة وإنتم نعم. طيبين بعد الفاصل حنعود لمواصلة الحوار إن شاء الله. عدنا من جديد أهلا بكم ونحن في ضيافة بروفيسور سامية بشير ضفع الله أستاذة علم التاريخ القديم بالجامعات السودانية. أهلا بك بروفيسور سامية. مرحبا وما شاء الله بعد التخرج طبعا تعينتي مساعد تدريس في الجامعة وبعدها سافرتي إلى إنجلترا وبرضو نلتي بكالوريوس تاني واتخصصتي في علم المصريات وده أتحليك في إنك تتعرفي وتجيدي كمان
اللغة الهيروغليفية أو القبطية القديمة. أنا عايز أشوف يعني الاتجاه للبكالوريوس الثاني ويعني اللغة الهيروغليفية بالرسومات وبالرموز، يعني ما كان فيها صعوبة في إنك تتعلميها وتجديها؟ كده لو تسمحي قبل ما نجي للبكالوريوس الثاني، بعد ما خلصت البكالوريوس الأول في جامعة الخرطوم، فيه قصة كده أنا ما كنت قالها مهمة إلا بعد ما شفت أستاذي بيكررها دائما كل ما ألتقي معاه في محفل ولا في ندوة، وأنا أكون الضيفة أو المعلقة أو المعقبة، بيقدم لي الناس ويحكي القصة دي، وكان فخور بي إني أنا يعني صرت أول أستاذة سودانية في قسم التاريخ. القصة يا أستاذة نمياء إنه لما ظهرت النتيجة إحنا كنا 9، أنا كنت جايبة مرتبة شرف الشرف القسم الأول، والباقين كانوا سكن طوالي. ففي القسم كان أساسة القسم يعني مايلين لأنه يعينوا رجل، واتفقوا على كده ورفعوا التوصية لمدير الجامعة، أذكر كان مصطفى حسن. فبروفيسور عبد القادر بحكي لي الحكاية دي، قال لي رفعنا التوصية إنه نحن نميل لتعيين رجل حتى لو كان أقل من سامية، اللي هي دي بداية السبعينيات، دي في 72. نعم. تصوري مصطفى حسن كان شنو، أنا أحييه أينما كان، رجع لهم التوصية. ليه؟ قال لهم تدعين سامية بشير دفع الله. يا سلام. في القسم، وبالفعل تم. ويعني دي 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 أنا حاجة ما كنت أعرفها، ما عرفتها إلا قريب يعني. فتصور يعني لولا هذه الوقفة من بروفيسور مصطفى حسن أنا ما كنت يعني. نعم، تحية والله أينما كان زي ما أنت قلتي. يعني دي حاجة جديرة بالذكر يعني. أما ضرم وما درست فيها بكالوريوس تاني، ليه أنا عندي بكالوريوس وأمشي أدرس بكالوريوس تاني؟ طبعاً أنا كنت دائماً بستشير أساتذتي في يعني في المسائل العلمية دي يعني. فكان من الأساتذة اللي بمشي لهم دائماً وبرتاح لهم بروفيسور عبد القادر، كان جاي للتو من ضرم ذاته، ونصحني بأنه لو أنا عايزة صحيح أمشي في اتجاه التاريخ القديم، عندي واحد من اثنين، إما أمشي تاريخ غريق كلاسيكي أو أمشي تاريخ مصر سوداني، والأقرب لي مصر السوداني. نعم. وإذا أنت عايزة فعلا تتملك أدواتك تحت البحث وأسلحة البحث في يدك وما تحتملي على الآخرين، أمشي أدرسي لغة مصرية قديمة، اللي هي نحن بنسميها المصرية القديمة، اللي هي الهيروغليفي ده خطها. الناس العام بيقولوا الهيروغليفي، وبعدين هي أصلا اللغة المصرية القديمة، وبعد ما انتهت اللغة المصرية القديمة أعقبت القبطية. فنصحني وأنا عملت بنصيحته، والحمد لله خير وبركة كانت لي، مشيت ضرم واستمتعت بالبكالوريوس بتاع ضرم. نعم. أيما استمتع. نعم طبعا، أجواء جديدة وعالم جديد، أنت كنت في السودان. أيوة. نعم. مدينة جميلة وناس طيبين في شمال إنجلترا، وقضيت فيها 3 سنوات من أجمل سنوات حياتي، وما ندمت أبدا على أني درست بكالوريوس ثاني. نعم. الوصية طبعا كانت في مصلحتك، وده برضو فتح لك أنك تنالي درجة الدكتوراه بدون الماجستير. نعم. حس نعم. أنا ما معي ماجستير. نعم. الناس بيستغربوا كيف من البكالوريوس أنوط طوال على الفيتشي دي. نعم. وفي إنجلترا النظام كده، إذا الطالب أحرز بكالوريوس جيد جدا أو سكند أبر زي ما بقوله، من حقه أنه يسجل للدكتوراه في جامعة تقبله. وفعلا كان عندي يعني طلبة من جامعة الخرطوم يدرسون في كامبريدج، اتصلت عليهم وعرفوني بأستاذ له علاقة قوية ومباشرة بالدراسات السودانية القديمة، وقدمت له ورقي وقبلني طوالي، واستجلت السنة الأولى بسموها فور نو ديجري، يعني شنو بتجلسي سنة كاملة بغيمك الأستاذ المشرف، إذا بعد نهاية السنة برهنت على أنك ممكن تستمر بيسجلك طوال البي اتش دي، وده اللي حصل يعني. نعم ما شاء الله كده بيكون عندك لغتين طبعا، الانجليزيه والقبطيه القديمه.
انتم ما شاء الله طبعا كنتم محظوظين الجيل القديم في المنح وفي التعليم باللغة الإنجليزية. الآن والله أنا يعني شايلة هم للطلاب في البحث وفي العلم، خاصة مثلا في علم التاريخ القديم، يعني كيف بدون ما يتملكوا هذه اللغات اللي بتفتح يعني الباب واسع للعلم ده، كيف والله يا بتعاملوا؟ نعم. انت ضربت على وتر حساس جدا صراحة، يعني خلينا نكون صريحين، دراسة تاريخ قديم أو غيره لازم لابد من لغة ثانية، واللغة الثانية دي لازم تكون اللغة الإنجليزية. في التاريخ القديم هي أهم، يعني هي لا 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 يصح أو لا يمكن العبور أو الاستمرار في دراسة التاريخ القديم السوداني من غير اللغة الإنجليزية. ليه؟ لأنه كل الأبحاث حولنا مكتوبة باللغة الإنجليزية، وفي حوجة اللغة الفرنسية، وفي حوجة اللغة الإيطالية، وفي حوجة اللغة الألمانية، لكن ما زي اللغة الإنجليزية. فللأسف اللي شايفاه أنا في حال الجامعات السودانية، يعني مستوى تمكن الطلاب باللغات الأجنبية إلا إذا كانوا أصلاً متخصصين اللغات، لكن طالب الآداب في التاريخ والجغرافيا والفلسفة في اللغة الإنجليزية نعم أظن تعبان. يعني ونتمنى في العهد الجديد ده يعني يعاد النظر في والله التعليم. والله نحن اليوم في هذا اليوم بنسمع بانتصار الهبة والثورة السودانية وتكوين حكومة جديدة، أتمنى من كل قلبي أن وزير التعليم الجديد أو وزيرة التعليم العالي الجديد إذا كانت امرأة أو رجل أن يهتموا بهذا الجانب، جانب التعليم. في الحقيقة هو الوعي ما بيجي إلا بالتعليم، وده يمكن يوريك الثورة اللي متمركزة في الخرطوم هنا، لأنه الشباب الواعي 90% يمكن في الخرطوم هنا. فأنا يعني بتوجه يعني من كل قلبي للشخص اللي حيتولى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن يولي أو يعيد النظر في مناهج التعليم العالي وفي تدريس اللغة الإنجليزية من البدايات. مهم مهم من المدارس. نعم هذا مهم جدا، والله بدون اللغة الإنجليزية لن ينصلح على البحث العلمي في السودان. نعم حتى لو في التاريخ الإسلامي أو في التاريخ السودان الحديث اللي بيقولوا للطلب الآن متوجهين له، هم دلوقتي ما عندنا طلاب إلا بيمشوا في الاتجاهين ديل. لو مسكت أوروبا، لو مسكت التاريخ الوسيط، كلهم بيهربوا منه علشان ما يتطلب المفاتيح اللي بتدخلك لعالم التاريخ. نعم شاهدنا قبل برضو في التقرير كثير من الصور مع الأجانب والخواجيات في نعم. درم وكامبريدج. وانت نعم في كامبريدج 1990 حصلتي على جائزة فول برايت دي من الحكومة الأمريكية. صحيح ايوه، فول برايت دي سكولارشيب، منحة تقدمها أمريكا الحكومة الأمريكية للبوست دكتوريت، فبتنافسوا على الأساتذة بشدة لأنها ممتازة، يعني بتديك الفرصة تعيش سنة في أي جامعة بعد ما تلقي القبول، يعني اتصال بشخص ما يقدم لك الدعوة ويستضيفك. وأنا طبعا حسن الحظ كان عندي علاقات جيدة مع أساتذة أمريكان، أذكر منهم على وجه الخصوص بروف يمكن السودانيين كلهم بيعرفوهم، اسمه ويليام آدمز، السودانيين بيعرفوا شارل بوني، لكن بعده طوال بيجي في المرتبة الثانية من الشهرة. ويليام آدمز كان بيشتغل هنا في حفريات في شمال السودان. هذا الرجل امتحني امتحن خارجي في 5 تاريخ جامعة خرطوم، وبعد ذا كان بيجي في الحفريات بتاعته، احنا بنلاقيه في الحقول في الحقل الميداني، ونمت بيناتنا علاقة. كان بيجي هنا في المتحف وكان بيلاقيني وعرفته بأهلي وببعض يعني أقاربي ممن يعني يعيشون في الشمالية،
من الأنساب يعني نسائبنا من الحلفاويين، وكان مبسوط جدا يعني وبيزورنا في البيت وكذا، فاستضافني في نعم في الفولبرايت. انت كنت في الفولبرايت السودانية الوحيدة ولا كان معك شخص؟ تقدمنا يمكن ما لا يقل عن 40 شخص، وكان عاوزين 2، ففزت انا ومعاي استاذ جنوبي اذكره اسمه لاماكول. نعم ايوه، وزير الخارجيه الاسبق. ايوه وزير الخارجيه الاسبق، وشينا في هذه المنحه الجميله. وطبعا الاختيار بيجي بعد نعمل معك انترفيو وبيسالوك اسئله كثيره، وبعدين طبعا بطريقه الامريكان بيختاروا الشخص اللي بتفتكروا انه هو ده اللي بيستحق يعني. نعم. والحقيقة أنا ما كنت والله متوقعة يعني أحرز على المنحة دي، بس هو جات كذا حظ. نعم محظوظة والحمد لله. الحمد لله. طيب الفرص اللي قدمتها جائزة فولبرايت؟ الفلوس؟ الفرص. الفرص اللي قدمتها لي، تعرف لما مشيت جامعة لكسينتون في كنتاكي حيث يدرس الأستاذ آدمز، وقبل شوية جات صورتي مع زوجته، فالفرصة كانت بيعاملوك كأستاذ زائر، بيدوك مكتب طبعا، بيدوك الشقة ومؤسسة انت وعيلتك، وبيدوك مصاريف شهرية، وبيدوك حق التصوير. يعني انا كانت دوني غرفة مكتب فيه آلة تصوير وورق وبطاقة لاستخدام المكتبة، ويعني فرص لا حد لها. والوقت ذاك في انا مشيت سنه 90 لسه اللابتوب ما كان اشتهر، يعني كان ادوني تايب رايتر بالكهرباء، وكل ما تطلبي انا حتى اظني ما كنت عارفه السقف اللي مفتوح، فكنت متواضعه يعني بطلب كل ما اطلب اي شيء بدوني لي. نعم بيوفروا لك. بيوفروا لك طوالي والله. نعم. فالحمد لله استطعت ان يعني أجمع مادة كثيرة جدا ساعدتني في لما جيت رجعت الخرطوم ألفت الكتاب. نعم اللي هو برضو يعني الانفتاح على المكتبات والكتب. أيوة اللي هناك مكتبات وما كانت شاء الله أخذت حق. مش المكتبة بس، لو في بحث الليلة في أستاذ عمل دراسة في جامعة في أي حتة في العالم طلبتيها يجيبوها لك بحاجة اسمها مايكروفيلم. نعم التو مباشرة ولا مليم ولا تعريفة. ده أهلك لأنك تكوني أول سودانية تصدر كتاب عن الحضارات السودانية القديمة، وكان ما شاء الله في عام 1999. نعم الحمد لله. أيوة فعلا إحنا كنا في بنعاني، إحنا كطلاب ما كان في كتب سودانية، كان في شوية كتابين ثلاثة مصريات يعني، لكن كنا مستعجب ليه ما في كتاب للطلبة، ليه ما في حاجة سودانية. طيب المعلومات استقيتيها من وين؟ زي ما قلت لك جمعت المعلومات وأنا في أمريكا في لكسينتون في كنتاكي، صورت أكبر كمية ممكن، ولما جيت راجعة يمكن وزني نصه كان يعني كتب وتصوير اشتريت. نعم. طيب لمنو مثلا من الكتاب اللي كان كتبوا أو وثقوا عن الحضارات السودانية القديمة؟ في الحقيقة كان في البروفيسور ده ذات ويليام آدمز ده كان طلع كتاب مشهور، يمكن الناس حسي وفي واحد في شخص قام بتعريبه من الإنجليزي للعربي اسمه نوبيا كوريدور أفريكا سنة 77 طلع، ده واحد من عدة كتب. لكن أقول لك بصراحة عشان تتملك ناصية التاريخ القديم لازم تتابع التقارير، لأنه كل سنة فيها حفرية وكل حفرية بيطلع منها تقرير، وكل تقرير بيكون فيه جديد، فحتى الكتب العمر 15 سنين ما بتفيد زي ما أنت بتقري التقارير، شايفة؟ نعم. فلذلك نحن أنا كنت بتابع الدوريات، بتابع ما يسمى بتقارير الأثرية اللي بتنشر في مجلات أكثر مما تنشر في كتب. الكتاب عايز لي سنين عشان يطلع، لكن المجلات بتطلع بطريقه دوريه طبعا. 6 شهور أو سنة. نعم برضو اتجهت لانك برضو توثقي عن حضاره كوش اللي هي نبته ومروي، ودي كانت تقريبا في عام 2005 طلع كتابي الثاني. هو بالحقيقه تاريخ سوريا القديم
يعني حلقة متواصلة يعني متصلة. فأنا قسمته عشان يعني الكتاب الواحد كان حيكون ضخم جدا، فلذلك أنا قسمته لاثنين. عملت الأول للحضارات لحد ما قبل النبتة، وبعد كده من النبتة إلى سقوط مملكة كوش اللي هي بشقيها. مملكة كوش هي الاسم اللي بيغطي تاريخ الفترة دي، لكن ليه سميناها نبتة ومروة؟ لأنه العاصمة في الأول كانت في نبتة في البركة الحالية جنب كريمة، ثم جاءت انتقلت إلى البجراوية اللي هي جنب كبوشية وشندي الحالية. فده ده السبب، لكن هو تاريخ متصل. نعم ما شاء الله، ده فتح لك باب كبير وعريض إنك تقدمي عشرات وعشرات من الأوراق داخل وخارج السودان في كثير من المؤتمرات. أيضا اتجهتي للترجمة وترجمتي كتاب في غاية الأهمية اللي هو جبانات كوش الملكية في الكرو، ده تأليف لدنم، وجبانات كوش الملكية الموجودة برضو في نوري. نعم صحيح. بالحقيقة الجبانات دي هي خمسة، وكان لما أنا انتقلت للعمل بجامعة السودان المفتوحة ده كان مشروع جاهز ومعد إنه نترجم السلسلة كلها، ولكن لزحمة العمل وقلة الإمكانيات وطبعا الطباعة مكلفة جدا، وبسبب المشغوليات بتاعت برضو البروفيسور عبد القادر محمود اللي هو كان مشرف على هذا البرنامج، تمكننا من طباعة الجزء الأول جبانات الكرو. نعم جبانات كوش في الكرو، وطبعا ده الآن موجود. النسخة الجزء الثاني أيضا هو جاهز في اللابتوب، بس ينتظر إن شاء الله يا رب قريبا ينتظر التمويل إن شاء الله. أنا متفائلة بالحكومة الجديدة بإذنه تعالى إن شاء الله تمكننا من إكمال هذا المشروع بإذنه تعالى بإذن الله. وأكيد طبعا حيكون كتاب مهم جدا للمعرفة وأيضا يعني للدارسين يعني لطلابنا، هو ترجمة طلابنا طبعا زي ما قلت لك عنده مشكلة في اللغة يعني، فهذه الكتب المترجمة إن شاء الله حتكون نعم. خير عون لهم يعني إن شاء الله. الجبانات الكوشية في الكرو وفي نوري، بعض الملامح يعني وجدت شنو في الجبانات من مقتنيات حضارة كوش؟ انت عارفة جبانات الكرو دي هي الجبانة اللي هي معناها طبعا دي أقدم جبانة ملكية في السودان اللي هي المقابر، فيها جبانة كلمة معناها يعني بالدارجة كده الترب يعني فهي مجموعة مدافن، وطبعا المدفن زمان بيكون بعلو هرم، وحجرات الدفن تحت الهرم طوال. فالكرو دي عارفة مدفون فيها منو؟ بعانخي. نعم بعانخي ده والاضطرهاغ اللي اشتهر الآن حسي والأكثر السودانيين بيعرفوه، بعض مرات بنقول تهارقة أيوة اضطرهاقة، هو الاختلاف في الأسماء في التهجئة نتيجة للغات المختلفة اللي اتكتب بها الاسم، فهو مكتوب بالمصري ومكتوب بالعبري ومكتوب بالأشوري، فكل لغة يعني بتقدم الألف أو الهاء. نعم يا ترهاغة في الكتاب المقدس مكتوب ترهاغة، وفي بالمصري طبعا مصري ما فيها حروف المد اللي بيقولوها دي أو الحركات، فهو اسمه بس تاء وهاء وراء قاف، دي تقريها كيف؟ تحرك تهاركة تهراكة، تخط الحركة محل ما أنت عايزة. نعم في البصر. طيب في نوري في منو؟ في نوري في نوري في ترهاقة. ترهاقة وفي الكرو؟ بعانخي في الكرو. مع أنه بعانخي هو والد ترهاقة، لكن ترهاقة لعظمته ولتفرده وإحساسه بالعظمة راح أسس مقابر جديدة. وطبعا مدفن الترهاقة أو مقبرته أو هرمه هو الأعظم والأكبر حجما في السودان إلى الآن. نعم ما شاء الله عندك باع برضو كبير في تاريخ المرأة السودانية وتوثيقها. وأنا عايزة بعد الفاصل نمشي معاك للملكات ونشوفهم مدفونات وين، ونشوف كمان بعض أعمالك
في هذا الجانب إن شاء الله. ما زلنا في حضرة أستاذة الأجيال بروفيسور سامية بشير أستاذة علم التاريخ القديم بالجامعات السودانية. هذا الحديث الطيب عن هذه التجربة الكبيرة والثرية. برحب بك يا بروفيسور سامية، وحديث طيب كان حول منجزاتك، طبعا دي بعض من المنجزات بإذنه تعالى، يعني حنتيح لك فرص أخرى للحديث بالتفصيل حول هذا التاريخ، المرأة، وانت عندك دور برضو وكتابات توثيق شامل خلال النقوش القديمة، المرأة السودانية وأيضا المرأة السودانية في الآثار وكتابات اليونان والرومان، بعض الملامح. فعلا أنا بدأت يعني أجمع المعلومة دي زي ما قلت لك مما شهد كنتاكي، صورت كثير جدا عن كل ما يتعلق بالمرأة، والهدف كان انه في النهايه اطلع كتاب شامل كامل. فاحيانا كنت يعني بروح يصيبني الاحباط لانه ما الاقي اهتمام من الناس ولا من الدوله، يعني ما في حد بيديك اي نوع من يعني المساعده يعني او حتى التشجيع. فانا كنت مصره على انه امشي في هذا الدرب. ليه؟ لاني فعلا كنت معجبه الدور اللي قامت به النساء، وتلمست يعني أول ظهور للنساء في تاريخ السودان لقيته بدوا بتصوير، تعرف إنه أول تمثال أو تماثيل عمله فنان سوداني كان لامرأة. يا سلام، أول من بدأ عمل التماثيل في السودان أول نسخة عملوها وانجزوها، وكان الوقت ذاك من يعني نوع من الصلصالة والطينة فكانت لامرأة، وكانوا بيصوروا المرأة، بيصوروا الأشياء يعني اللي بتختصبها المرأة، خصائص المرأة، ها، من يعني كجسم بيولوجي، يعني الثدي والأهداف والأرداف وكده. فدي كانت أول من يعني ما شهدناه من تماثيل. بعد شوية يعني بدأت تظهر المرأة يعني في تصاوير، حتى في أيام العلاقات المصرية السودانية لما كان في وفد يرسل إلى مصر بتلقي فيه الأميرات سودانيات، وحتى المقتنيات بالمناسبة، ويعني دي مرحلة جاية بتاعت مروة، لكن بقولها حتى في الفترات المتقدمة جداً زمن الأسرة 18 وكده بتلقي تصاوير في قبور مصرية لسودانيات نساء أميرات. لو كانت في فرصة نوريك يعني كان بيتزين بصورة الواحد ما كان بيتخيل إنه شكل الزينة كان بيتزينوا بها، والله حتى تصور الأظافر مش نحن دلوقتي عندنا موضة إنه تطول الأظافر وتضربيها مناكير وكده، الحاجات دي كانت موجودة هناك، وعمل يعني تجميل للشعر واللبس يعني بيلبسوا، كان اسميها فساتين ولا اسميها يعني ملابس فخمه، وكانوا بيركبوا مركبات دلاله على المكانه الاجتماعيه، ما بتمشي برجوله المراه. نعم، ما هي ملكه طبعا. ايوه، فبقيت اتتبع دور المراه والقاها فعلا كانت لها أهمية في المجتمع بتاعها. لما جينا وقف الفترة المتأخرة شوية بتاعت الاستراو والفترة الرومانية بدأت تظهر لنا عظمة المرأة كمحاربة وكقائدة في شكل نقوش للملكة أمانيرينس دي اللي قلت لك قبل شوية حاربت الرومان. تعرف بعد ما الجيش السوداني دخل أسوان والليفنتيني الظاهر كان في تماثيل لإمبراطور أغسطس زمان الملك زي المؤله يعني، فالجيش السوداني قطع تمثال أغسطس من راسه من هنا وشالوه وجابوه في البجراويه ودفنوه تحت العتبه بتاعت
واحد من المعابد في المجراويه. نعم طبعا الجيل السوداني ده يعني الجيل ده قلت لهم تاريخ. الناس ديل نعم. يعني فيهم الجينات بتاع ما ادري انس يعني. نعم نعم اكيد. شوف جابوا الراس وقطعوه التمثال عشان خطوه في العتبه يعني. ما خطوه في اي مكان. نعم خطوه تحت العتبه عشان شنو؟ يدوسوا كلهم طالعين وهم يا سلام تاريخ مجيد والله نحن فخورين بيه. فما ادري انس دي واحده فيها معنى شخصيته اللي انت قبل شويه قلت لي اللي يقول الذهب بتاعك. تعرف انا عندي طالبه عملت دراسه في ماجستير في المراه الكوشيه هي شابه كانت بتعرف السوق فيه شو مشت قارنت الغوايش والبناجيل والختم بتاعت امان شخيطه مشت سوق الصاغه لقت السوار الموجود في سوق الصاغه هو نفس السوار اللي لابساه امان شخيطه يا سلام والختم والحلقان سابقة لعصرة يعني نعم. كأنك تقولي عملتي اليوم دقيتي في سوق الذهب يعني. نعم سريعا كده أنا عايز أشوف الملكات النباتيات نبتة ومري يعني مدفونات وين أهم منه. طيب نبتة نبدأ بين نبتة الملكات حولي ترهاغة شفتي جبانات نوري حوت كل يعني ترهاغة في النص بيجاوا 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 اليوم نساؤه واخواته وزوجاته وبس تاني ما في دي الاميرات في نوري حوالين طرهاغة لما جينا للبجراوية الملكات اللي حكمن كل واحدة لها هرم مثل ما للملك الفرق بين فترة نبتة ومروي ملكات نبتة كانن معظمات مبجلات وكل شيء لكن ما وصلن مستوى الحكم لما جينا في الفترة بتاعت مروي وصلت النساء إلى سدة الحكم وطبعا في شوية اختلاف بين من هي أول من حكمت السودان من النساء أنا عندي رأي وفي بعض الناس بيختلفوا فقد تكون بارتار حسب رأيانا وقد تكون نوال دماغ وقد تكون أمان رينس نعم. أمان رينس بعظمتها دي كلها يا أستاذة لمياء ما لاقين هرم إلى الآن نعم نعم عارفينها من النقوش بس تركت نعم. نقوش في أماكن عديدة جدا من أسوان الدكة لحد مرورا بكل المناطق إلى الحمادابة هنا دي أمان رينس قد تكون مدفونة في البركة قد تكون مدفونة في البجراوية أما الأخريات كلهم في البجراوية أما أن شخيته معروف هرمة وده اللي طلعت منه المجوهرات العظيمة اللي حسي في ميونخ وفي ألمانيا يعني في بعض المتاحف الألمانية نعم الملكة نوال دماغ في البركل الملكة أمانيتوري في البجراوية نعم الآن ممكن من المشاهدين يكونوا بعض الشباب اللي انت الآن فتحت لهم بالقصص والذكريات الجميلة في علم التاريخ وعالم الحضارات يكون عندهم الرغبة يعني رسالة أخيرة الرغبة لشنو؟ الرغبة على أساس يدخلوا مثلا لدراسة التاريخ أيوة. والحضارات والله القديمة. والله هم دخلوا أوريدي يعني أنا ذهلت لما شفته أنا أحييه من هنا أحيي شباب السودان والله يعني أنا مذهولة هؤلاء الشباب لو كان في طريقة واحد يقول لك أسماء ولكن ما في داعي عندنا جروب اسمه السودان القديم وعندنا هذا الجروب أنشأه شاب سوداني يعيش في أمريكا خلينا أذكر الليدر عمر الحاج يعني نعم ومن حوله هنا كثيرين عبد الله وصلاح ووليد وزيد وكثيرين يعني هؤلاء الشباب يحيروك أنا مرات بيسألوني أسئلة تجبت المعلومة دي من نعم فبيبحثوا وبيطلعوا والانترنت ده ما خلى حاجة نعم خلى حاجة أنا سعدت بحضورك معي في العاشرة في توقيت القلب ده جزء من هذا السفر الكبير والتجربة الكبيرة أنا فخورة بك جدا ومعجبة بهذه التجربة وطبعا مهنة التعليم هي مهنة الرسل شكرا لك بروفيسور سامية بشير ضفع الله الأستاذة في علم التاريخ شكرا القديم بارك الله فيك نورتينا في هذا اللقاء بارك الله فيك ربنا يديك الصحه والعافيه انا الازعج مزيد من العطاء شكرا الله يبارك فيك